نشوف تقرير من زميلتنا سهى الرضا عن عدد من المقالب عملوها أولادنا في أبائهم، وهل الأباء بيقبلوا حاجة زي كده؟ اسمك ايه؟ مصطفى صوصة. ماشي يا صوصة. تشتغل ولا بتعمل ايه؟ لا في الجامعة. انت قلقان؟ رد الفعل دايما بيبقى مفاجأة. مامي حتى كل تون؟ غريب. غريبة؟ طب ما نسمعه كده. لا لا مش هينفع. مصطفى علاقتك ايه بمامتك وباباك؟ كويسة يعني، لو في مثلا خناقات او مشاكل او كده بتبقى بسيطة خالص، على تروي الأوضة، على اللبس، على الحاجات دي بس مش اكتر. ايه اللي خايف منه انت طيب الايام دي؟ انا وصلت في الثانوية عامة. عملت ايه انت في الامتحانات؟ روست الدنيا كلها؟ كلها. مفيش ولا حاجة هتعدي؟ مفيش ولا اي حاجة غير الانجليزي. يا الله. سميحة في سنة كام؟ راح اقولها جامعة ان شاء الله. اوكي النتيجة ظهرت ولا مظهرتش؟ لا لسه ما ظهرتش. يا خوفي. يا خوفي. هيعملوا فيكي ايه في البيت؟ بدور على المكان ابات فيه والله. طب حلو، بما انك هتدوري على المكان تباتي فيه، انا عايزاكي تعملي مقلب في باباكي او مامتك، على حسب مين اللي عنده قوة التحمل ان هو ياخد الصدمة اللي انت هتقوليها دي. وتكلميهم تقولي لهم ان انت خلاص قررت تستقلي وهتلاقي شغل، وقررت ان انت تعيشي لوحدك، لان في مشاكل كتير ما بينك ما بينهم بقى، وكان في ضغط ايام ثانويه عامه، فانا شايفه ان كفايه كده بقى. ماشي طيب. يلا. الو. ايوه بابا. أه. انا قررت ان انا اعيش لوحدي. انت يا ابني الكلب يا عمير. هشتغل واصرف على نفسي. هتدور. مع السلامه. ما تقفلش في وشي. واضح ان انت نسمه في البيت وكلهم طيبين. بيحبوني. حدش يقدر يستغنى عني. ما شاء الله. قررت ان انا عشان المشاكل الكتير اللي ما بيننا ان انا خلاص عايش لوحدي. انت فين؟ بقول لك انت فين؟ عايش لوحدي خلاص. والله فين مياده اختي؟ يا ماما انا مياده، انا مياده. انت مش عايزين ايه؟ فين يا مامي؟ ببلغك بقراري. خلاص انا جاي يعني. بسرعه كده والله. حكي ليه؟ ماشي بس طب من انت عايز اعتذر على بعدين يعني. طب هتحسوا طب بوجودي من غيابي طيب، ولا ايه؟ هيبقى في فرق؟ طبعا ده انت النور اللي بنشوف بيه. ربنا يخليكي. خلاص يا ماما انا كنت بعمل فيكي مقلب، ما دام انا النور اللي بشوف بيه خلاص بقى، ولما اجي لك ابقى اديكي حضن كبير قوي. مش جايه ولا لا؟ مش جايه خلاص بقى، انا تعبت منكم. بتتكلمي جد يا بابا؟ اه يا بابا. ما انا تعبت منكم، ما انتوا ما بتقدرونيش، ما حدش فيكم عارف امتى. انت يا بنت؟ نعم. انت فين الداعيه؟ انا يا بابا ما انا قلت لك انا رايحه فين بقى خلاص، وهو هيجيب لي عربيه بقى وهيدخلني كليه اعلام كمان. لا يا بابا خلاص ما تتعصبش، على فكره بهزر والله. تعرفوش ليه؟ انت تعرفوش اهو هيمرمطني. كنت متوقعه رد الفعل ده؟ لا الصراحه. انت قلت مش هيصدق على طول. اه